دكتور، لو هنبدأ شوية بالشباب والرجالة، الحل لمشكلة التثدي دي بقى موجود دلوقتي وبقى سهل، ولا المشكلة كبيرة زي ما لسه في عندنا شباب ورجالة فاكرين، وفي ناس كمان فاكرين هي لسه ملهاش أي حلول لحد دلوقتي؟ المشكلة زمان كان حلها كبير وجراحة وموضوع كبير، النهاردة بالتقنيات الحديثة باستخدام الفيزر أو الليزر أو البودي تايت، الأجهزة اللي هي فيها بتشتغل على موجات تردد موجي معين وبتشتغل بالليزر أو بإذابة الدهون، بقى من خلال ثقب صغير تحت الثدي. تحت الثدي الثقب ده اقل من 2 مللي، بنبدا اهو شايفين ده عنده مشكله. تخيلوا هذا الشاب اللي ناحيه الشمال او اليمين على الشاشه قدام، بالنسبه لهم يعني الشاب ده تخيلوا ان هو يروح حمام سباحه او يروح بحر موضوع او يلبس تيشيرت، ده مستحيل مستحيل. او يلبس حتى قميص شفاف مثلا شويه، مستحيل، ما يقدرش يخرج. ليه؟ لان هيلاقي تعليقات في عينين الناس حتى لو ما قالوهاش كلام. لا، بالذات كمان يا دكتور الشباب والولاد في سن المراهقه بيبقوا بيهزروا كده بالكلام ويجرحوا بعض شويه، هما بيبقى بالنسبه لهم هزار، لكن هو بيبقى مؤلم للشخص ده يعني بالزبط. لان هو عنده مشكله. ده زمان كان العلاج بتاعه جراحي، يعني نفتح جرح كبير نشيل الكيس الدهني تاني نفس الكلام، ده نفس الكلام، كلهم هتلاقيهم عندهم ثدي يشبه ثدي المراه بدرجات مختلفه. صحيح يا دكتور. لان درجات تثدي عند الرجال هم 4 درجات، 1 و2 و3 و4. طيب لو واحد عنده الدرجة 2 باينة برضه. طب لو واحد عنده درجة 1 لو قلع في حمام سباحة أو في جيم أو بيلعب بوكس أو أي حاجة زي كده بتبان. طب علاجها إيه؟ علاجها زمان كان استئصال جراحي. علاجها النهاردة من خلال ثقب صغير 2 مللي بنخش ندوب الدهون وتطلع الدهون دي من خلال الثقب. طيب الغدة اللبنية اللي موجودة دي اللي هي كبيرة اللي بتبقى تحت الحلمة مباشرة، بيحسها الشاب انها ايه، مالية شوية، مليانة شوية، مش دهون عادية. بتطلع ازاي؟ زمان كنا بنفتح فتحة حوالين الهالة الملونة، نص الهالة بتتفتح بالمشرط، النهاردة بطلنا. من نفس الثقب اللي احنا دوبنا منه الدهون اللي هو 2 ملي اسفل الثدي تحت هنا، بنخش زي حاجة زي المنظار نلقط الغدة اللبنية دي ونطلعها من نفس الثقب الصغير. حلو قوي يا دكتور. بعد العمليه او يعني الاجراء ده، مش عايزين نسميه عمليه، الموضوع بسيط قوي يعني، لان احنا بنعمله بنج موضعي. اوكي جميل. وبنعمله في خلال 20 دقيقه. تمام. يبقى الموضوع بسيط وسهل. ابسط من ان هو عمليه بكتير بالزبط. يعني يلبس فيست او يلبس كرسيه او بناخد زي حزام صدر كده، ما بيبانش من تحت الملابس لانه بيكون سمكه رفيع جدا، ويعيش حياته طبيعي خالص. يعيش حياته بعد نفس يوم العمليه، ممكن يروح يقعد على كافيه مع اصحابه، يروح نادي، يروح شغله، يمشي بقى وهو واثق من نفسه بقى بعد العمليه. بالزبط. تمام.